طراز معماري فريد يحاكي حياة الأجداد، بين جنباته عبق الماضي العريق وصور من رحيق تراثنا التليد تتجلى في أبهى الحلل. عروض وأهازيج فلكلورية تنتشر في كل مكان. إنه السوق الشعبي التراثي في مهرجان الظفرة بمدينة زايد الذي يحكي تراث الأجداد، حيث انتشرت في جنبات السوق الشعبي أجنحة ومعارض. ومع أن تطأ قدماك أرض السوق التراثي في مهرجان الظفرة حتى تستشعر أجواء الماضي العريق بما يضمه من مشغولات تراثية وأعمال يدوية متقنة نسجتها سيدات من منطقة الظفرة تستعرض أهم المنتجات التي اشتهرت بها المنطقة قديماً. وعندما تتجول داخل جنبات السوق الشعبي حيث تنتشر الدكاكين التي تعرض المنتجات التقليدية التي تمت صناعتها يدوياً لتحاكي الماضي العريق والتي روعي فيها التنوع لتعرف الزوار على أبرز وأهم الحرف التقليدية القديمة التي كانت تعمل بها الجدات والأمهات التي أبدعن في صناعة منتجات يدوية بشكل متقن وأورثنها للأجيال التالية جيلاً بعد جيل، إضافة إلى التوابل العطرية من بهارات وأعشاب وبعض المأكولات الشعبية مثل الجيمات والرقاق والحلوى المحلية. كما يضم سوق الظفرة التراثي عشرات المحال وعربات الطعام المتنقلة التي تقدم المنتجات الإماراتية والخليجية التقليدية، تحف فنية وأدوات منزلية وأدوات للرحلات والتخييم والعديد والعديد من المنتجات التراثية المتنوعة. وتقام يومياً خلال السوق فعاليات مسابقات الحرف اليدوية والطبخ الشعبي وركن القهوة العربية وغيرها من الأركان المميزة التي تعكس للزائر جانباً من الموروث الإماراتي. يستمتع الزوار بالجلسات العربية على الرمال الذهبية والأضواء المبهرة في أجواء شعبية تراثية رائعة تؤكد أن السوق التراثي بشكل خاص ومنطقة الظفرة بشكل عام أحد أهم الوجهات السياحية للطبيعة الجميلة في الإمارات بثقافتها وتراثها وصحرائها وأجوائها الشتوية.